سجلت الحملة الوطنية نلتزم للبحرين تجاوباً مجتمعياً كبيراً في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث أسهمت في انخفاض أعداد الحالات القائمة اليومية لفيروس كورونا بنسبة بلغت 45% خلال 4 أسابيع. نلتزم للبحرين، دعوة وجهها سمو ولي العهد لجميع أبناء المجتمع البحريني والمقيمين على أرض مملكة البحرين لمواصلة الالتزام في التقيد بالإجراءات الاحترازية المنصوص عليها لمدة 4 أسابيع، وذلك حتى منتصف شهر أكتوبر الجاري. تلك الدعوة الكريمة وضعها أبناء المملكة نصب أعينهم في مسيرتهم الحياتية لمجابهة تفشي الفيروس، والتي تمثل خير دعم للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، حيث برهنت مدى التزام أفراد المجتمع بالتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية، والتي جاءت نتيجتها انخفاض في أعداد الحالات القائمة اليومية. سمو ولي العهد شدد على أن حماية المجتمع وصحة وسلامة المواطنين والمقيمين تتطلب من الجميع المساهمة والعطاء في الظروف الراهنة، والحرص على حث الجميع في محيطنا على الالتزام لتحقيق الانتصار على هذه الجائحة، مشيدا سموه بما أبداه المواطنون والمقيمون من تفاعل وحرص على الالتزام وفق ما تم تفعيله من دعوات للمساهمة من قبل الجميع ضمن إطار الحملة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا. بدوره رحب مجلس الوزراء بالتجاوب المجتمعي الكبير للحملة الوطنية التي أسهمت في خفض أعداد الحالات القائمة اليومية بنسبة بلغت 45% خلال 4 أسابيع، واعتبرها المجلس خطوة تعكس الالتزام المجتمعي ووعي أفراده وإدراكهم لحجم المسؤولية الوطنية والمجتمعية. كانت وما زالت مملكة البحرين مستمرة بعزم أبنائها في مضاعفة جهودها الرامية إلى التصدي لفيروس كوفيد-19، بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.